مشاهدينا الكرام عبر قناة الوطنية الأولى، أهلا وسهلا بكم في هذا النقل المباشر لمباراة الجولة الثالثة ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، لقاء المستقبل الرياضي برجيش والأولمبي الباجي، الفريقان الصاعدان. حديثا للرابطة المحترفة الأولى يتواجهان في الجولة الثالثة في انتظار أكيد التشويق والإثارة في هذه المقابلة التي تدور في ملعب أحمد خواجة بالمهدية. قبل الغوص في تفاصيل المقابلة مباشرة إلى زميلي ذاكر الزرافي وتصريحات ما قبل المباراة. ذاكر، شكرا لك الياس. مباراة منتظرة لأنه مباراة فيها زوج فرق صعدوا للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، أكثر من هذا يقدموا في مردود جيد وخاصة مستقبل رجيش، أربع نقاط انتصار وتعادل حتى التوا، بالتالي الشهية قاعدة تتحل بالنسبة لأبناء رجيش والمسؤولين والأحباء، وأكيد شوقي زبيدي المدرب المساعد لفريق مستقبل رجيش. كل انتصار كل نتيجة إيجابية تزيد معناها تولي مطالب الجمهور تكبر وتزيد معناها المطامح تكون أكبر في مستقبل الجيش. بالطبيعة كما قلت أنت، حديث صعودنا حديث للرابطة المحترفة الأولى، جماهيرنا متشوقة للمباريات هذه. اليوم مباراة مهمة برشا بالنسبة لنا احنا مع منافس كيف نحن زاد طالع على الرابطة المحترفة، نفس الموتيفاسيون يعرفنا مليح نعرفوه، لعبنا مع بعضنا دي ماتش ميكو في 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 البريباراسيون، معناها جمعية الزوز كتاب مفتوح. كما قلت انت الموتيفاسيون اذا كان بحول الله ان شاء الله اليوم ثلاث نقاط نوليو سبع نقاط، بطبيعه في ثلاث مقابلات كجمعيه صاعده حديثا للرابطه المحترفه الاولى، سبع مقابلات مو مستهلين، سبع نقاط مو مستهلين. ان شاء الله ان شاء الله حضرنا مليح المباراه هذه، وان شاء الله نتوجه في الاخرين في اخر اللقاء بالثلاث نقاط نتاعنا. في كل حالات احنا ما حاولنا انه نحيوا البريسيون على اللاعبين وتكون مباراه عاديه، مازال 23 مباراه اخرى، الموسم مازال طويل، ماهاش كما نسمعوا مصيريه وحياه وموت، مو صحيح. 23 مباراه اخرى مازال الشامبيونات طويل ومازال فيها برشا لعب، وان شاء الله البليز امبورتون اليوم نقدموا الاداء اللي شافوها الجماهير والمحلين والناس في كره القدم في تونس. ان شاء الله الاداء يقعد هو نفسه والنتيجه اللي جاي بربي مبروك ان شاء الله. شكرا لك، يعطيك الصحه شوقي الزبيدي. حافظ الجيتوني المدرب المساعد الاولمبي الباجي باش يلتحق بيا الان الياس مشاهدي الوطنيه الاولى. وقت اللي نحكيوا على حافظ الجيتوني المدرب المساعد نحكيوا على ملاعب كبير في الاولمبي الباجي، ونتحدثوا على اولمبي الباجي حافظ اللي يعرف الرابطه المحترفه الاولى، وخاصه وقت اللي تخل معناها من الجوله الاولى ورا امكانيات كبيره، ونتصور الهدف بالنسبه للاولمبي الباجي انه يجيب نقاط من خارج ميدان وهذا مهم. الحمد لله، يعني الاولمبي الباجي ماهوش غريب على الرابطه الاولى، الاولمبي الباجي عنده اكثر من 30 سنه في الرابطه الاولى. ندافعوا بكل قوانا على حظوظنا في تثبيت مقعد وفي الرابطه الاولى. الحمد لله كنا موفقين بنسبه محترمه المقابله الاولى، ان شاء الله ناكدوا المقابله هذه اللي احنا رانا عندنا وزننا في الرابطه الاولى، واللي ما نساوموش على نتيجه المقابله سواء في باجة ولا خارج باجة. يعطيك الصحة، بالتوفيق للمستقبل الرياضي برجيش، بالتوفيق للأولمبي الباجي، ليك الخط الياس. شكرا لك ذاكر من جديد، يعطيك الصحة. إذا دقائق وتنطلق المواجهة في الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى ما بين مستقبل رجيش والأولمبي الباجي. هذه فكرة على الطاقم التحكيمي للمقابلة اللي يقوده يوسف السرائري، والمساعد الأول هو وليد الحراق، وطارق جلاسي في خطة مساعد ثاني، في المقابل محمد الفني هو الذي سيشغل خطة الحكم الرابع للمباراة، وشكري سعد الله سيكون كوميسار المقابلة. دخول اللاعبين إلى أرضية الميدان، والبداية بلاعبي فريق الأولمبي الباجي، وأيضا بعد قليل دخول لاعبي فريق مستقبل رجيش. الفريقان صاعدان حديثا كما قلنا لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. مستقبل رجيش للمرة الأولى في تاريخه يلعب في الرابطة المحترفة الأولى، وقصة نجاح كبيرة وباهرة لهذا الفريق اللي بدأ من النقطة الصفر ونتيجة ظاهرة أمامكم، الصعود للمرة الأولى في تاريخه بأبناء النادي وببرودوي للنادي، وهذه استراتيجية واضحة من هيئة الفريق بالاعتماد دائما وابدا على أبناء النادي في قيادة الفريق في الرابطة المحترفة الأولى. وأكيد مستقبل رجيش يحتفل في هذه الأيام بعيد ميلاده الأربعين، وأيام خاصة يعيشها هذا الفريق في هذه
الأيام. كيف كيف فريق الأولمبي الباجي العائد من جديد إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى، والفريق الذي في المواسم الماضية كان حاول في كل موسم بطبيعة في الرابطة المحترفة الثانية أنه يرجع ويصعد من جديد للرابطة المحترفة الأولى، وفي مباراة البراج في الموسم الماضي كان له ما أراد وعاد إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى بفضل تضافر جهود أهالي الجهة، وكذلك الكل في باجة كان حريص على عودة الفريق إلى البطولة الأولى. لقاء كبير بين الفريقين، وننتظر أكيد الإثارة والفرجة في هذه المباراة هنا في ملعب أحمد خواجة بالمهدية، علما أن الفريقان كانوا تواجهوا وديا في مرتين في المقابلات الودية والتحذيرات للموسم الجديد. زوز انتصارات لمستقبل الرجيش، المقابلة الأولى 1-0 والمقابلة الثانية كانت بنتيجة 3-1. زوز مقابلات لعبوا في طرابلس، كان دار في عين دراهم، وفي هذا التربص كانت الأزمة بصراحة، خصوصا وأنه تم اكتشاف عديد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريقين. الأولى كانت في فريق الأولمبي البلجي وإصابة 28 شخص في الفريق، ثم انتقلت العدوى مباشرة إلى فريق مستقبل الرجيش و13 مصاب في هذا الفريق، بالإضافة إلى الإطار الفني. الحمد لله بعد هذه الإصابات وبعد فترة الحجر الصحي الكل الحمد لله تشافوا من فيروس كورونا، ونتمنى أنه كل المصابين أكيد سواء كان في قطاع الرياضة وبقية القطاعات يشفوا من الفيروس هذا، وإن شاء الله في قادم الأشهر بطبيعة تنتهي هذه الأزمة في بلادنا على غرار سائر بلدان العالم. دقائق أو لحظات وتنطلق المواجهة بين الفريقين في هذه المباراة، وأمامكم يوسف السرائري اللي يظهر أمامنا على الصورة، حكم خبرة 44 سنة ليوسف السرائري، والعالم العام القادم هو آخر عام ربما في مسيرته التحكيمية الحافلة بالمشاركات سواء كان على المستوى المحلي أو أيضا على المستوى الإقليمي والأفريقي. نبدأ بتشكيلة الفريقين. مستقبل الرجيش بتشكيلة كالآتي: محمد قريع في حراسة المرمى رقم 16، مروان السعيدي رقم 21، مؤمن الزبيدي رقم 14، عمر اللمتي رقم 15، وائل بن عثمان رقم 4، نزال بن سالم رقم 10، مالك البولعابي رقم 30، أنيس خضر رقم 8، حسام السويسي رقم 6، يوسف بن سودة رقم 9، ونسيم السيود رقم 13. هذه التشكيلة الأساسية اللي اختارها المدرب طبعا سعيد السيبي. بالنسبة لاحتياطي فريق مستقبل الرجيش: رستم السيود، أدما كايتا، أيمن السيود، وسيم السيود، حمدي الزوالي، أحمد الحاضري، محمد حسن السيود، وأشرف قريع، بالإضافة إلى عمر السماري. تشكيلة الأولمبي البيجي: في حراسة المرمى قيس العمدوني رقم 1، كلوسي أوك بونزو رقم 22، أمين جابالا رقم 5، محمد صالح المهذبي رقم 2، حسام السهيلي رقم 3، سند الخميسي رقم 8، حسين بن يحيى رقم 19، شهاب الجبالي رقم 10، فراس عيفية رقم 7، ومراد الهذلي رقم 29، وعزيز جويني رقم 9. احتياطيو ضيوف في هذه المقابلة: لسعد الهمامي رقم 31، مؤمن الرحماني رقم 14، بلال محمدي رقم 6، أنيس العلالي رقم 23، محمد أمين الحبوبي رقم 11، عصام الخلالي رقم 13، يحيى سولة رقم 26، محمد التراوري رقم 24، وجاك بيسون رقم 20. هذه اختيارات المدرب شاكر مفتاح الذي يقود الفريق، إلى جانب طبعا كما قلنا سعيد السيبي مدرب فريق مستقبل الرجيش. وأيام خاصة لسعيد السيبي مدرب الفريق، خاصة وأنه في أولى تجاربه كمدرب أول مع مستقبل الرجيش، أول مقابلة كان الانتصار هنا في ذات هذا الملعب في الجولة الأولى أمام اتحاد تطاوين بنتيجة 2-0، ثم تعادل أمام فريق الأم النادي الافريقي في ملعب المنزل الاولمبي 1-1. يوم خاص كان بالنسبه لسعيد السيبي عندما مدرب يواجه فريق الام اللي ترعرع وكبر فيه كلاعب، وايضا كان جزء منه في الاطار الفني الحالي للفريق بقياده لسعد الدريدي. فكما قلنا كانت ايام خاصه بالنسبه لسعيد السيبي مدرب الفريق. لحظات وتنطلق المواجهه بين مستقبل الرجيش والاولمبي البيجي. المستقبل في المركز السادس بـ4 نقاط،
والأولمبي البيجي في المركز التاسع بنقطة واحدة. وبداية المقابلة كما قلنا بصفارة الحكم يوسف السرائري، وهذا حارس مرمى الأولمبي البيجي قيس العمدوني يظهر أمامنا على الصورة. وفي المباراة الأولى كان شارك الحارس الأسعد الهمامي رقم 31، واليوم المدرب شاكر مفتاح يعول على خبرة قيس العمدوني في حماية دفاعات الفريق. كرة من جديد لفائدة مستقبل أرجيش من الجهة اليسرى إلى اللاعب عمر اللامتي تويلا في محور دفاع الأولمبي البيجي، والدفاع يتدخل من جديد من جانب اللاعب حسام السهيلي. ترجع إلى الجهة اليمنى والحكم يقول هناك مخالفة ضد اللاعب مراد الهزلي. خبرة كبيرة لمراد الهزلي في الرابطة المحترفة الأولى، البداية كانت مع فريق الأم الأولمبي للنقل والسيوتي، ثم النادي الإفريقي، ثم تجارب متعددة مع المستقبل الرياضي بجابس وأيضا النادي الصفاقسي، ثم العودة لمستقبل جابس، ثم تجربة أخرى مع الاتحاد الرياضي بتطاوين، واليوم تجربة جديدة مع الأولمبي الباجي. كرة انطلاقة من الجهة اليسرى وين موجود نزال بن سالم صاحب العصا السحرية في مباراة الجولة الأولى أمام اتحاد تطاوين منذ دخوله صنع الفارق وسجل الهدف الأول في الشطر الثاني من الشوط الثاني، وافتح الشاهية بالنسبة لزملائه من أجل إضافة الهدف الثاني. وسنين بلاش تلك المباراة التي تفوق فيها فريق مستقبل أرجيش على اتحاد تطاوين، وهذه صور في المباشر أمامكم لعدد من أحباء المستقبل اللي يحاولوا أنهم يتابعوا فريقهم حتى من خارج الميدان. كرة ترجع من جديد مونس بيديا، الدفاع يتدخل، تويل الكرة لنسيم سيود يحاول ياخذ الكرة، حلوة برشا اللمسة، يمشي مالك البولعابي والحكم يقول هناك مخالفة مع احتجاج للاعبي مستقبل أرجيش وأيضا المدرب السعيد السايبي. هذه أمامكم الإعادة والخطأ اللي اعتبره الحكم يوسف السرائري ضد مستقبل أرجيش ولفائدة الأولمبي الباجي. كرة ترجع من جديد للمستقبل والانطلاقة من الجهة اليمنى، الدفاع تدخل وتخرج في التماس باش يمشي لتنفيذها الظهير الأيمن مروان السعيدي، يمشي لتنفيذ الكرة مروان السعيدي. صفر مقابل صفر في أول دقائق المقابلة. الأولمبي البيجي لعب مباراة وحيدة إلى حد الآن منقوص من مقابلة مازال ضد الشبيبة القيروانية، مقابلة أولى كانت ضد الملعب التونسي وفيت بالتعادل بنتيجة هدفين مقابل هدفين. في المقابل مستقبل أرجيش عنده 4 نقاط من انتصار أمام اتحاد تطاوين كما قلنا، وتعادل مع النادي الإفريقي في المنزة 1-1. التماس من الجهة اليمنى لفائدة الأولمبي البيجي. ترجع من جديد سند الخميسي، لعب في الموسم الماضي مع اتحاد تطاوين، شأنه شأن اللاعب مراد الهزلي، وانتدابات متعددة للفريق في هذا الموسم من أجل تدعيم الرصيد البشري والمحافظة على مكانه في الرابطة المحترفة الأولى. انطلاقة من جديد عن طريق أريس خضر، ولكن الدفاع تدخل، ترجع لفائدة الأولمبي البيجي والانطلاقة من الجهة اليسرى. هذه الخطورة والتسربات من الأطراف للأولمبي البيجي من أجل إيجاد الثغرات ومن أجل خلق الفرص من الأطراف لإيجاد الفرص ومغالطة الحارس محمد قريع اللي قبل إلى حد الآن هدف وحيد في مباراة النادي الإفريقي. هذا هو مراد الهذلي أمامكم الفرصة الأخيرة، المطالبة ربما بلمسة يد في العملية الأخيرة، ولكن يوسف السرائري يقول ما فما شيء في الكرة الأخيرة، وبالتالي ترجع في تماس للأولمبي البيجي. كرة من جديد للأولمبيك، الدفاع يتدخل، ترجع لمستقبل أرجيش. الضغط الآن للأولمبي البيجي في مناطق المستقبل الرياضي برجيش، التوزيعة من الجهة اليسرى والكرة تخرج رمية مرمى لفائدة الحارس محمد القريع، يختار اللعب مباشرة، تمشي الكرة إلى مؤمن زبيدي. نزال بن سالم، بن سالم يحاول المرور لكن التدخل من جديد، الانطلاقة عن طريق محمد صالح المهذبي، ولكن ترجع لفائدة الأولمبيك. الحكام شنو يقول؟ واضحة المخالفة في العملية الأخيرة لفائدة حسين بن يحيى، أمامكم على الصورة ملقى على أرضية الميدان، وتدخل في الكرة الأخيرة من جانب مالك البولعابي رقم 30، وروح رياضية كبيرة برشا ما بين البولعابي وكذلك حسين بن يحيى رقم 19. هذا هو مالك البولعابي
لاعب شاب، ومنذ الموسم الفارط يثبت نفسه كأساسي مع الفريق، وقيمة ثابتة بصراحة لمستقبل رجيش. هذا لاعب في مستوى صناعة اللعب طويلة، الكرة من جديد، التسديدة، التسديدة وجانبية لمرمى الحارس محمد القريع. أول تهديد لمرمى فريق مستقبل رجيش أمامكم على الصورة، والتسديدة كانت يمينية لمرمى الحارس محمد القريع. صفر مقابل صفر، تبقى النتيجة متعادلة هنا في ملعب أحمد خواجة بالمهدية ما بين مستقبل رجيش والأولمبي البيجي في ستة دقائق لعب. ضربة مرمى في تنفيذها محمد القريع، طويلة من حارس مرمى المستقبل، لكن ترجع من جديد للأولمبي البيجي. كرة على الجهة اليسرى، الانطلاق من مراد الهذلي ولكن تقطع في وسط الميدان. انيس خزر، الكرة من جديد والحكم يقول مخالفة دون تردد. حكم المقابلة يوسف السرائري يقول هناك مخالفة في وسط الميدان لفائدة مستقبل رجيش. كانت امامكم الإعادة، الخطأ قام به سند الخميسي. طويلة الكرة من جديد، نزال بن سالم يعمل كنترول، حلوة برشا الكرة، يمشي نزال بن سالم يحاول المرور بالفليات العالية، يمشي مو نسبيدي، يوزع الكرة خطيرة، وين الرصية؟ كرة متواصلة من جديد المستقبل، التسديدة ولكن ضعيفة جدا التسديدة الأخيرة، وسهلة في دين الحارس قيس العمدوني، ولكن الحكم يوقف المباراة مرة أخرى، واحتجاج من جانب اللاعب يوسف بن سودة أمامكم. بن سودة لاعب متميز، طبعا وقع عقد مدته موسمين مع مستقبل رجيش بعد نهاية المسيرة مع النادي الصفاقسي رسميا. ويوسف بن سودة كان لاعب لفائدة فريق سكاك الحديدة الصفاقسي قبل الانتقال للساسس في الموسم الماضي، مشى كإعارة لمستقبل رجيش في الرابطة المحترفة الثانية، ولكن هيئة الفريق خيرت أنها يعني تتفق ربما مع إدارة نادي صفاقسي وكذلك مع اللاعب من أجل تعاقد معاه نهائيا وليس في شكل إعارة. قاعدين نشوفه في المدرب شاكر مفتاح يوجه في لاعبيه، وكذلك المدرب سعيد السيبي، وتوجيهات كبيرة جدا من قبل المدربين. أكيد شاكر مفتاح يعي جيدا قيمة هذه المباراة وقيمة النقاط خاصة خارج حدود الفريق وخارج الديار بالنسبة ليه. ومستقبل رجيش أكيد لا يريد ولا يطمح أنه يضيع النقاط على أرضية ميدانه. الكرة من جديد للأولمبي البيجي من الجهة اليسرى، السند الخميسي، الانطلاقة من مراد الهزلي، ماذا يفعل؟ لكن الكرة ترجع من جديد لمالك البولعابي في وسط الميدان. كرة في وسط الميدان إلى حسام السويسي، يلعب لنسيم سيود، نسيم يمشيها للبولعابي، فنيات عالية من جانب لاعبي فريق مستقبل رجيش. نسيم سيود، يوسف بن سودة ومالك البولعابي، انطلاقة من الجهة اليسرى للأولمبي البيجي. هل ستشكل هذه الكرة خطر على دفاعات المستقبل؟ خطيرة الكرة مؤمن زبيدي، وتدخل من جديد، كرة ترجع من الجهة اليسرى لنزال بن سالم، يعمل الكنترول، يفقد الكرة ولا لا يفقدها، ويخوها محمد صالح المهذبي ليسقط على أرضية الميدان ويربح مخالفة. أمامكم الإعادة والصراع ما بين المهذبي ونزال بن سالم وكذلك مؤمن زبيدي الظهير الايسر لفريق مستقبل رجيش، اللاعب اللي يتميز بالتماسات الطويله. اذا مخالفه للاولمبي البيجي، وترقب كبير لياتي الكره طويله في مناطق مستقبل رجيش الراسيه من مؤمن زبيدي، ترجع نزال بن سالم طويله لمالك البولعابي، ولكن الدفاع تدخل والكره لفائده الاولمبي البيجي. المخالفة يربحها محمد صالح المهذبي الظهير الأيمن للأولمبيك في صراع مع مالك البولعابي. اليوم نزال بن سالم يلعب على الجهة اليسرى بالنسبة لمستقبل رجيش، أيضا اللاعب يوسف بن سودة على الجهة اليمنى، ومالك البولعابي يلعب كصانع ألعاب، ونسيم سيود يتواجد كراس حربة في هذه المباراة. التدخل الدفاعي من جانب اللاعب رقم 22 كلوسي،
يحط الكرة في التماس، تضرب في نسيم السيود وبالتالي تمشي في التماس لفائدة الأولمبي البيجي في تنفيذ محمد صالح المهذبي. من جديد طويلة الرأسية من أنيس، يرجع مالك البولعابي إلى إزبيدي، كرة من جديد أنيس خضر، ماذا يفعل بالكرة ولكن ترجع لفائدة الأولمبي البيجي إلى حارس المرمى قيس العمدوني، طويلة من قيس العمدوني إلى عمق الدفاع، الرأسية من جديد من جانب اللاعب عمر اللمتي ولكن ترجع لفائدة الأولمبي البيجي. المهذبي يرجع إلى محور الدفاع، كرة إلى الجهة اليسرى والانطلاقة لفائدة الأولمبي البيجي. هذا الفريق الذي يطمح في هذه المباراة لجمع على الأقل الأولمبي البيجي سامي القبسي أو لا شاكر مفتاح، أكيد على الأقل بالنسبة لي نقطة التعادل لا خيار أمام الأولمبيك في هذه المباراة إلا التعادل أو الانتصار. وكذلك في المقابل مستقبل رجيش مش ممكن على المدرب سعيد السايبي أنه يضيع النقاط في هذه المباراة، الانتصار ولا خيار غير الانتصار بالنسبة لفريق المستقبل بقيادة سعيد السايبي. كرة ترجع من جديد لفائدة الأولمبيك لكن ترجع من جديد إلى عمر اللمتي، كرة من جديد لفائدة الأولمبي البيجي والدفاع تدخل من لاعب نزال بن سالم اللي يرجع نزال اليوم لواجباته الدفاعية من أجل مساعدة زملائه. صفر مقابل صفر التعادل في هذه المقابلة إلى حد الآن في زمن 12 دقيقة لعب، نفس النتيجة في مباراة النجم الرياضي بالمطلاوي والنادي البنزرتي وكذلك مباراة الشباب القيروانية والملعب التونسي. هذه مقابلات الدفعة الأخيرة من أو الدفعة قبل الأخيرة من الجولة، الدفعة الأخيرة من الجولة الثالثة ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى. مالك البولعابي طويلة ليوسف بن سودة، يسدد يوسف بن سودة ولكن فوق مرمى الحارس قيس العمدوني. هذا هو بن سودة ساحب الساق اليسرى، غاب على المباراة الأولى أمام اتحاد تطاوين بسبب الجمع للأنذارات منذ مقابلة البراج وآخرها ضد قهوة في القفصة، وعاد في مباراة النادي الإفريقي في الجولة الثانية. الكرة ترجع من جديد مراد الهذلي، الانطلاقة في وسط الميدان، حكام شنو يقول؟ يقول فما خطأ للأولمبي البيجي لفراس عايفية أمامكم الإعادة، والخطأ كان واضح على اللاعب فراس عايفية رقم 7 محمد صالح المهذبي. رقم 2 يرجع بالكرة إلى الوراء، كرة لفائدة الأولمبي البيجي في وسط الميدان على الجهة اليسرى، توزيعة في عمق الدفاع، كرة ترجع بزدر وسهلة في دين الحارس محمد قرايع. أمامكم على الصورة رقم 16 يعود من جديد محمد قرايع في حماية العرين بالنسبة لمستقبل رجيش، هذا الحارس اللي عنده خبرة في الرابطة المحترفة الثانية مع الفريق وهو ابن مستقبل رجيش، هذا الفريق الذي يعول على نفس الرصيد البشري تقريبا مع إضفاء بعض الانتدابات في هذا الميركاتو الفارط بتبيعه من أجل طبعا مش يدخل الفريق للرابطة المحترفة الأولى، لازم يعمل بعض الانتدابات، ولكن المفاجأة ربما في استراتيجية فريق مستقبل رجيش أنه يعول على نفس الإطار نفس الرصيد البشري، لاعبين ما عندهمش خبرة كبيرة في الرابطة المحترفة الأولى ولكن لاعبين شبان، لاعبين عندهم إمكانيات كبيرة على المستوى الفني، وهنا ربما مع الصعوبات المالية والأزمة المالية اللي تمر بها عديد الفرق في البطولة التونسية في مختلف الأقسام يخلي إدارة فريق مستقبل رجيش تعول بشكل كبير على لاعبيها اللي طلعوا للرابطة المحترفة الأولى وتقريبا كلهم أبناء النادي. إذا تشوف محمد قرايع، مؤمن الزبيدي، عمر اللمتي، وائل بن عثمان، نسيم السيود، يعني اللاعبين هذوما هم أبناء النادي ومتكونين في فريق مستقبل الرجيش، وثقة كبيرة برشا من إدارة الفريق لهذا الرصيد البشري من أجل البروز في الرابطة المحترفة الأولى. وإلى حد الآن الفريق قاعد يقدم في مردود جيد في أول زوز مقابلات في انتظار بقية المواجهات في الرابطة المحترفة الأولى. كرة ترجع من جديد
لفائدة المستقبل طويلة إلى أنيس خضر في وسط الميدان إلى مالك البلعابي، لكن التدخل من جديد يمشي نسيم السيود. نسيم يحاول المرور وترجع من حسام السهيلي، يرجع إلى الوراء وترجع إلى الحارس قيس العمدوني. طويلة من قيس العمدوني إلى الهجوم الرأسية، وين والتدخل كان قوي من جانب عمر اللمتي في العملية الأخيرة، وبالتالي هناك مخالفة للأولمبي البيجي. هاي أمامكم الإعادة والتدخل من الوراء، أكيد هذا حل خطأ في الكرة الأخيرة ضد مراد الهذلي. اليوم حوار ما بين مراد الهذلي وكذلك ملك البلعابي في مستوى صناعة اللعب بالنسبة للفريقين، فمن سينتصر على من في هذه المقابلة؟ أنيس خضر يرجع أنيس بالكرة، عمر اللمتي، لكن مراد الهذلي حاول ياخذ الكرة ثم الدفاع من جديد، كرة ترجع للأولمبيك والحكم من جديد مخالفة إلى سند الخميسي رقم 8. ياخذ المخالفة أمامكم سند الخميسي، ومخالفة قد تشكل خطر على دفاعات المستقبل الرياضي برجيش. مباراة إلى حد الآن على المستوى الفني ما ريناش فرص كبيرة بصراحة، ومستوى متوسط جدا في 17 دقيقة لعب هنا في ملعب أحمد خواجة بالمهدية، في انتظار الأهداف، في انتظار الفرص الخطيرة، توزيع على الأولمبيك، وين الخطورة؟ وقريع يتدخل بالبوكس، كرة ترجع من جديد للأولمبيك، حكم ما يوقفش اللعب، ترجع إلى ملك البولعابي، بولعابي لنزال بن سالم يعمل الكنترول، يمشي نزال يمشيها من جديد إلى مؤمن الزبيدي، الانطلاقة في وسط الميدان، أنيس خضر ولكن الدفاع تدخل، كرة إلى مراد الهذلي، الانطلاقة الآن لفريق الأولمبيك، حسام السهيلي من الجهة اليسرى، ما زالت عنده الكرة، سند الخميسي، مراد الهذلي يحاول المرور لكن الدفاع تدخل من الصعيدي، الحكام شنو يقول؟ فما التماس لفائدة مستقبل الرجيش، وهذا ملك البولعابي اللي كان يسارع من أجل الكرة، الحكام يقول فما مخالفة وليس تماس لفائدة المستقبل الرياضي برجيش، لفائدة اللاعب ملك البولعابي في تنفيذ المخالفة. مروان السعيدي طويل الكرة إلى نزال بن سالم الرأسية، ترجع من جديد وتخرج في التماس لمستقبل الرجيش، في انتظار الفرص، في انتظار الأهداف في هذه المقابلة. بصراحة ما زلنا ما ريناش فرص كبيرة من جانب الفريقين، ومؤمن الزبيدي رقم 14 هذا اللي تحدثت عليه، اللاعب اللي عنده تماسات طويلة ودقيقة جدا. باش نشوف مؤمن الزبيدي ماذا سيفعل في هذه الكرة، تماس وكأنها توزيعة من الظهير الأيسر لتشكيلة المدرب سعيد السايبي، في انتظار صفارة الحكم. إذا مؤمن الزبيدي رقم 14 يقلق برشا هذا اللاعب بتوزيعاته من خلال التماس الطويلة، مازال الحكم يتناقش مع اللاعبين، وورقة صفراء في صفوف الأولمبي البيجي. يبدو أن مراد الهذلي هو اللي تلقى الورقة الصفراء، فعلا مراد الهذلي هو اللي تلقى الورقة الصفراء بعد نقاش مع الحكم يوسف السرايري. إذا مؤمن الزبيدي باش ينفذ التماس، هل ستشكل خطر هذه الكرة على دفاعات الأولمبيك وكذلك الحارس قيس العمدوني؟ ما زالت اللعبة متوقفة ونقاش زائد داخل منطقة 18، الحكم يأمر جميع اللاعبين بعدم النقاش وكذلك الالتزام والابتعاد عن الاحتكاك داخل منطقة 18. إزبيدي وزع الكرة في القائمة الأول الرأسية، ولكن الكرة تمشي في الركنية، كرة كانت مباشرة للمهاجم يوسف بن سودة، والدفاع تدخل والكرة بالتالي تخرج في الركنية لفائدة المستقبل الرياضي برجيش. صفر مقابل صفر، يبقى التعادل في هذه المباراة بين الفريقين في 20 دقيقة لعب. ملك البولعابي
في تنفيذ الركنية على يمين قيس العمدوني. ماذا سيفعل ملك البولعابية؟ توزيعة خطيرة الكرة والتدخل من الحارس قيس العمدوني. التوزيعة من جديد، كرة في القائم الثاني، يمشي نسيم السيود. السيود يلعب الكرة من جديد، نزال بن سالم يوزع عرضية والدفاع من اللاعب مراد الهزلي بعد ويشتت الكرة، ترجع لفائدة مستقبل الرجيش. كرة كما جاءت من جديد من عزيز الجويني هو السقوط، ولكن الحكم يقول كمل الألعاب ما فما حد شيء في اللقطة الأخيرة. كرة تمشي للحارس محمد القريع، الحكم يقفل اللعب، يقفل اللعب، يقفل اللعب في هذه اللحظات باعتبار أن هناك إصابة في صفوف فريق الأولمبي البيجي. فراس عايفية رقم 7 يسقط على أرضية الميدان بعد الالتحام الأخير. هذا سعيد السايبي يطمح في هذه المباراة لتحقيق الانتصار الثاني بعد فوزه على اتحاد تطاوين وتعادله مع فريقه السابق النادي الافريقي. هذه التوزيعة الأخيرة والتدخل بالبوكس من الحارس قيس العمدوني وحوار ثنائي بين المدربين شكر مفتاح من جانب الأولمبيك وسعيد السايبي من جانب المستقبل في انتظار من سيعلي كعبه على الآخر في هذه المقابلة. كرة ترجع من جديد، مراد الهذلي يلعب الكرة في وسط الميدان، يسقط على أرضية الميدان، ترجع من سند الخميسي على اليسار. الكرة متواصلة من جديد لفائدة الأولمبيك. مستقبل الرجيش واقف كما يلزم في الدفاع، يلعب على الهجمات المرتدة، وهذه كرة من جديد من نزال بن سالم. نزال يحاول المرور، يمشي على الجهة اليمين إلى بن سودة، يوسف بن سودة يوزع الكرة في القائم الثاني والدفاع يتدخل من لاعب كلوسي أوك بونزو يتدخل والكرة تمشي في التماس. واضحة أمامكم على الصورة لملك البولعابي، طويلة الكرة طويلة، أوك بونزو يتدخل بالرأس وترجع في التماس من صالح المهذبي. كرة ترجع من جديد لمؤمن الزبيدي مرة أخرى، مؤمن لاعب الخبرة في خبرة في تشكيلة مستقبل الرجيش، يعتمد دائما على التماسات الطويلة ويسعد كذلك عمر اللمتي من أجل الضرب الرؤوس، بالإضافة إلى نسيم السيود، يوسف بن سودة وبقية اللاعبين من خلال الضرب الرؤوس. مهم جدا طبعا لما يكون عندك لاعب يلعب التماسات الطويلة وكأنها توزيعة، بصراحة توزيعة الرأسية من مراد الهذلي، يرجع برشا للدفاع مراد ويعاون برشا في زملائه، وتسديدة من أنيس خضر وبعيدة كل البعد على مرمى قيس العمدوني. هذا هو أنيس خضر يضرب الكرة كما جاءت ولكن بعيدة كل البعد عن مرمى قيس العمدوني. هذا عزيز جويني رقم 9 يلعب كابونتا اليوم. عزيز علما وأنه فريق الأولمبي البيجي يعاني من عدة غيابات أهمها اللاعب أسامة بن معمر اللي كان في الموسم الماضي لاعب لفائدة فريق الهلال الشابي. التسديدة من جديد من عزيز الجويني لكن ترجع، التسديدة ممتازة جدا، التسديدة من مراد الهذلي بالساق اليسرى، وأيضا الامتياز من محمد القريع، باراد ولا أروع من حارس فريق مستقبل الرجيش. هاي التسديدة، هاي الكرة أمامكم، والقريع بباراد وبوكس متميز يحط الكرة في الركنية، أول تهديد في المقابلة لفائدة فريق الأولمبي البيجي في دقيقة 24 من متوسط الميدان. مراد الهذلي يلقى روحه وحده أمام 18، يجرب حظه، يضرب الكرة بالساق اليسرى، والقريع يتواجد بامتياز في حماية مرماه ويخرج الكرة في الركنية. يبقى القريع مرقع على أرضية الميدان بعد الكرة الأخيرة، أول تهديد قلنا في المقابلة لفائدة الأولمبيك، والتسديدة كانت متميزة بصراحة من مراد الهذلي والامتياز أكثر لمحمد القريع. هاي التسديدة طليق وحده ما فماش رقابة على مراد الهذلي، والحارس القريع يتدخل ويحط الكرة في الركنية ولكن يسقط على أرضية الميدان. شرا ما تكونش إصابة بليغة ربما لحارس مرمى مستقبل الرجيش. يقوم لباس إذن القريع، يقوم لباس والكرة في الركنية للأولمبي البيجي.
نتمنى أن مستوى اللعب يرتفع بصراحة في قادم الدقائق ونشوف الأهداف في المباراة. الركنية هل ستشكل خطر على دفاعات المستقبل؟ كرة من جديد وانتظار لصفارة يوسف السراري طويلة في القائم الثاني، والحكم ماذا يقول؟ يوقف اللعب من جديد وينبه يوسف السراري على اللاعبين، وخاصة أمامكم مؤمن الزبيدي ينبه إذن السراري على كامل اللاعبين داخل 18 دون نقاش دون التحامات. التوزيع من جديد خطيرة والدفاع تدخل، كرة كانت مقوسة وكادت تغالط الحارس محمد القريع، والتدخل كان متميز من عمر اللمتي. التوزيع أمامكم من جديد، مقوسة كانت في المرمى واللمتي في خط المرمى يضرب الكرة ويخرجها في الركنية. سند الخميسي الأولمبيك أخطر في هذه اللحظات، كرة من جديد والحكم يقول هناك ضربة مرمى لمستقبل رجيش. الأولمبيك الآن هو المسيطر على مجريات اللعب في آخر الدقائق. الأولمبي البيجي يطمح لتسجيل الهدف الأول في قادم الدقائق، هو مستقبل رجيش يلعب الدفاع ويعتمد على الهجمات المرتدة واستغلال المساحات في دفاع الأولمبي البيجي. في انتظار الأهداف، من سيسجل الهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول؟ مهم جدا إذن تسجيل الأهداف قبل فترة الراحة. كرة ترجع من جديد، مراد الهذلي بالرأس، كرة إلى لاعب محمد صالح المهذبي، إلى نزال بن سالم مع المهذبي، نزال يتفوق ولكن الحكم يعتبر أن هناك مخالفة ضد نزال بن سالم في العملية الأخيرة. هاي أمامكم الإعادة. كرة ترجع من جديد لفائدة الأولمبي البيجي من كلوسي، الرأسية ترجع، مراد الهذلي ياخذ كرة، يمشي مراد يمشي كرة جهة اليسار، هي الخطورة، هي الخطورة والتدخل من الحارس محمد القريع. من جديد القريع ينقذ فريقه من كرة خطيرة جدا. سند الخميسي ينطلق من الجهة اليسرى، والقريع بامتياز بصراحة في إنقاذ مرماه من فرصة خطيرة جدا لفائدة الأولمبي البيجي. قلنا منذ حين الأولمبيك هو الأخطر على دفاعات المستقبل الرياضي برجيش. كرة وانطلاقة من الجهة اليمنى لفائدة الأولمبيك، مراد الهذلي، كرة ترجع لفائدة شهاب الجبالي على اليمين، التوزيعة والرأسية للاعب نسيم السيود رقم 13. شهاب الجبالي شنو يعمل؟ ترجع من جديد لمحمد صالح المهذبي. مباراة على المستوى التنظيمي ناجحة جدا بصراحة، وشكر كبير للجنة التنظيم في هذه المباراة وأيضا للهيئة المديرة لمستقبل رجيش على حفاوة الاستقبال لكل الضيوف في هذه المقابلة، سواء كان التلفزة التونسية وأيضا كذلك الفريق المنافس نتاعو الأولمبي البيجي والصحفيين وغيرهم. حفاوة استقبال كبيرة برشا في تنظيم المقابلة خاصة. ترجع كرة من جديد لفائدة الأولمبي البيجي من الجهة اليسرى، سند الخميسي إلى مراد الهذلي، يعرفوا بعضهم برشا خصوصا وأنهم لعبوا في الموسم الماضي مع الاتحاد الرياضي بتطاوين. كرة ترجع لفائدة الأولمبيك، الآن الأولمبي البيجي أخطر، هو المسيطر على مجريات اللعب في انتظار الأهداف، في انتظار من سيسجل الهدف الأول قبل نهاية الفترة الأولى. انطلاقة من الجهة اليمنى، كرة من الجهة اليمنى إلى اللاعب شهاب الجبالي يفقدها ولكن ترجع لمحمد صالح المهذبي ليحطها في التماس، وفما سوء تفاهم في الكرة الأخيرة. التماس ترجع للاعب مؤمن الزبيدي عمر اللمتي، مالك البولعابي يضطر إلى الرجوع إلى الوراء من أجل صناعة اللعب. يوسف بن سودة طويلة الكرة من جديد إلى نسيم سيود، ترجع إلى كلوسي أوكبونزو، كرة على اليسار لفائدة الأولمبي البيجي. المدرب سيد السايبي واضح أن هناك تعليمات أن البلوك يكون القدام، ويعرف أنه الأولمبي البيجي
بدا ياخو بزمام الامور وبدا يضغط على دفاعات فريق المستقبل الرياضي برجيش، وبالتالي يبدو انه سعيد السايبي ارتأى انه لازم يطلع البلوك الى الامام من اجل خلق المشاكل على مستوى تطليع الكره وصناعه اللعب لفريق الاولمبي البيجي، وهذا اللي نشوفوه في هاتي اللحظات. كره ترجع من جديد من سند الخميسي ليحط الكره في التماس، هذا هو سند الخميسي يتحرك جيدا، سند في كامل المناطق حركي هذا اللاعب، يحط الكره في التماس ومن جديد مؤمن الزبيدي في تنفيذ التماسه الطويله لعلها تشكل خطر على دفاعات الحارس قيس العمدوني. نصف ساعه لعب زائد زوج دقائق تقريبا والنتيجه 0-0 هنا في ملعب احمد خواجه بالمهدية. طويلة الكرة في القائم الأول خطيرة لفائدة المستقبل، لكن ترجع نيس خضر يوزع الكرة في العمق ولكن سهلة في دين الحارس قيس العمدوني. بقية المباريات للدور اليوم الكلها 0-0 إلى حد الآن، ما فماش أهداف. المتلاوي السيابي 0-0، جي اس كا البقلاوة كذلك 0-0 في انتظار الأهداف في جميع هذه المباريات التي تندرج ضمن الجولة الثالثة ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى. ومستقبل الرجيش يعيش أيامات زاهية بصراحة وأيام خاصة لهذا الفريق، يقولون أنه الرجل يشتد عوده في الأربعين، ومستقبل الرجيش اشتد عوده في الأربعين حتى صعد إلى الرابطة المحترفة الأولى، وفريق يبهر الجميع بصراحة. هذا الفريق الذي عنده تاريخ بصراحة ويطمح لكتابة التاريخ في الرابطة المحترفة الأولى من خلال تتويج هذه كرة خطيرة للمستقبل، والدفاع يتدخل. التسديدة من أنيس خضر، الكرة ضعيفة من خضر خطيرة والحارس يخرج قيس العمدوني من أجل قطع الكرة أمام نزال بن سالم. قلنا مستقبل الرجيش هذا الفريق الذي يحتفل بعام الأربعين، أول رئيس فريق كان شعبان كريفة ونائبه حسين سيود، ثم حسين سيود كان خذا المشعل من بعده، 21 رئيس بالتمام والكمال من عام 1980، من 17 ديسمبر 1980 إلى هذه الأيام مع الرئيس الحالي محمد علي العروي. في 2007 الفريق كان ينشط في الجهوي، وفي 2017 اطلع إلى الرابطة الثالثة، ومن الرابطة الثالثة للرابطة الثانية في الموسم قبل الماضي، يعني في 2018-2019 قضى موسم وحيد في الرابطة المحترفة الثانية ثم صعد إلى الرابطة المحترفة الأولى. فريق وصل للرابطة المحترفة الأولى بفضل مجهود كبير جدا من رجالات الجهة والمسؤولين وأيضا اللاعبين اللي تم التعويل عليهم كذلك في هذا الموسم، ومهم جدا أنك تعول على لاعبيك وتعول على اللاعبين اللي كونتهم. 40 عام 40 مليون هذه هي الحملة التي أطلقها أحباء مستقبل رجيش في الخارج، وكانت بادرة من جمعية أهل رجيش بالخارج من أجل جمع مبلغ 40,000 دينار لدعم الفريق الذي يمر بصعوبات مالية كبيرة برشا بصراحة. ومطلوب من كافة الأهالي هنا في الرجيش أو في يعني خارج حدود الوطن من قبل أهالي الرجيش بالخارج أنهم يدعموا الفريق نتاعهم من أجل الخروج من الصعوبات المالية، لأن الفريق بصراحة يحتاج إلى المال، والمال هو قوام الأعمال خاصة في مستوى التنقلات والمصاريف وسداد أجور اللاعبين. كرة ترجع من جديد إلى نزال بن سالم داخل منطقة 18، ماذا يفعل نزال؟ يحاول المرور ولكن الدفاع تدخل والحكم يقول هناك مخالفة لفائدة المدافع لاعب حسام السهيلي. يأخذ كرة وكان حوار مباشر مع نزال بن سالم رقم 10. الكرة ترجع من جديد للأولمبي الباجي من الجهة اليمنى، والدفاع تدخل من مالك البولعابي. مالك البولعابي يحط الكرة في التماس. مستقبل الرجيش عنده 4 لاعبين في وسط الميدان فقط اليوم، حسام السويسي، حسن سيود، أنيس خضر، مالك البولعابي فقط، وبالتالي الإطار الفني قاعد يدور في الإفكتيف هذا الأربع ملاعبية ذوما في وسط الميدان.
في مقابلات باش يجيو توا الماراثون نتاع المقابلات 4-1 4-1. بالتالي الاطار الفني للمستقبل باش يلقى برشا مشاكل بصراحه في مستوى تدوير الافكتيف، لذلك قاعدين نشوفوا ربما في تدوير متواصل لهذا الرصيد البشري خصوصا في وسط الميدان، وتعرفوا قيمة وسط الميدان في كل الفرق. هذا اللي أكدونا ربما مدرب المساعد للفريق شوقي الزبيدي في حوار ما قبل المقابلة، ذاك علاش تحدثت ربما على قيمة المادة وقيمة المال من أجل طبعا القيام بانتدابات من أجل تعزيز الرصيد البشري. الكرة ترجع من جديد لفائدة الأولمبي البيجي في رمية 6 أمتار، ونتيجة تبقى 0-0 التعادل هنا في ملعب أحمد خواجة بالمهدية، وتقريبا 9 دقائق يفصلون على نهاية الفترة الأولى. نلعب في 36 دقيقة في هذه المباراة. ضربة مرمى في تنفيذ قيس العمدوني، قيس العمدوني حارس المرمى من مواليد 1987 اللي كان وقع عقد مدته موسمين مع الفريق الاولمبي البيجي في 8 ملاعبيه محليين. اليوم قيس العمدوري، محمد صالح المهذبي، اسكندر الشيحي، فهمي المعواني اللي يغيب على المقابله ذي بسبب الاصابه، مراد الهذلي، شهاب الجبالي. وهذه كره من جديد لعزيز الجويني، يحاول كيف كيف شهاب الجبالي، محمد او عبد الرحمن الحنشي، اسامه بن معمر يقولنا غائب على المقابلة كذلك بسبب الإصابة والقادم من فريق هلال الشباب اللي كانت عنده تجربة مع الشبيبة القيروانية وكذلك في السعودية، وثلاثة لاعبين جانب في صفوف الأولمبيك. كلوسي أوكبوزو المدافع المحوري من التوغو اللي وقع عقد مدته 3 مواسم، ومحمد دو تراوري المدافع المحوري كذلك، والظهير الأيسر من مالي اللي وقع عقد مدته 3 مواسم، وجاك بيسون اللي متواجد على بنك الاحتياط، المهاجم اللي وقع عقد مدته 2 مواسم. غني على تعريف جاك بيسون اللي عنده تجارب متعدده في الرابطه المحترفه الاولى خاصه مع النادي الافريقي وقواف القفصة. كره ترجع من جديد لفائده المستقبل هذا برجيش، البولعاب يسدد الكره فوق مرمى الحارس قيس العمدوني، تسديده كما جات من ملك البولعابي فوق مرمى قيس العمدوني. مش يلعب رمية 6 أمتار قيس العمدوني، 4 غيابات في صفوف الأولمبي البيجي في هذه المباراة بالإضافة إلى فهمي المعواني وكذلك أسامة بن معمر. نتحدث عن أيوب مفرج وريان المزوغي، هذه فرصة خطيرة لفائدة المستقبل هذه برجيش، والتدخل الدفاعي من جديد المستقبل الآن يحاول الضغط بقيادة نسيم السيود، والأولمبي البيجي يرجع إلى الوراء. ترجع كرة من جديد، الحكم يحتسب مخالفة لحسام السهيلي ضد اللاعب ملك البولعابي اللي يظهر أمامنا على الصورة. هذه المخالفة الأخيرة ليقوم بها ملك البولعابي. كرة للأولمبيك في وسط الميدان، مراد الهذلي يرجع إلى الوراء وين موجود أوكبونزو. أوكبونزو يمشيها لمحمد صالح المهذبي، مراد يلعب الكرة لفراس عايفية، يمشي إلى مراد الهذلي على اليمين، مراد يحاول المرور الانطلاق الآن لفائدة فريق الأولمبيك. سند الخميسي بدل اللعب للجهة اليسار، الدفاع تدخل ولكن ترجع لفائدة الأولمبي البيجي. مراد الهذلي الانطلاقة ما زالت لفائدة الأولمبيك. من الجهة اليسرى مراد يلعب الكرة إلى حسام السيلي، وزع الكرة في القائم الأول، الرأسية وين؟ والدفاع تدخل، ترجع من يوسف بن سودة إلى ملك البولعابي. ما زالت كرة للأولمبيك والضغط متواصل للفريق الأحمر والأبيض في هذه المباراة. كرة من جديد إلى مؤمن الزبيدي، ينطلق من الجهة اليسرى والدفاع متميز كان من اللاعب محمد صالح المهذبي، يرجع إلى مراد الهذلي. مراد في راس عايفية، مراد من جديد، عايفية يسقط على أرضية الميدان، مازال ملقى على أرضية الميدان، الحكم شنو يقول؟ والكرة تمشي للتماس، وفي راس عايفية ملقى على أرضية الميدان. هذا المهاجم اليميني في راس عايفية من مواليد 19 ماي 1997
هاي امامكم المخالفة او لا هو التدخل وليس مخالفة لانه الحكم قال كمل العب بعد الكرة مشيت للتماس. فرصة بالنسبة للاعبين لشرب المياه والراحة في هذه المقابلة 0-0 40 دقيقة لعب ما زالوا 5 دقائق. مستوى اللعب صراحة متوسط جدا خلينا نقولوا في هذه المباراة ما ريناش فرص كبيرة برشا باستثناء ربما زوز فرص للأولمبي البيجي تسديدة كانت قوية بالساق اليسرى من اللاعب مراد الهزلي وتصدي كان متميز من محمد القرايع وسرد الخميسي من الجهة اليسرى خرج وجها لوجه مع القرايع اللي من جديد يمنع فريقه من هدف آخر. في المقابل فريق مستقبل رجيش ما قامش بفرص خطيرة تهدد مرمى الحارس قيس العمدوني إلى حد الآن رغم أنه كما قلنا المباراة تعيش مستوى متوسط جدا في انتظار ماذا سيحصل في الشوط الثاني بطبيعة الحال. كرة ترجع من جديد إلى اللاعب رقم 2 محمد صالح المهذبي ولكن ترجع الجيشية إلى اللاعب ملك البولعابي. بولعابي يحاول المرور يمشيها لأنيس خضر أو حسام السويسي يلعب الكرة لأنيس خضر يمشيها للجهة اليمين إلى مروان السعيدي يمشي مروان يحاول مروان السعيدي ينطلق بالكرة من الجهة اليمنى والكرة تخرج في التماس لفائدة الأولمبي البيجي. مروان السعيدي اللي كانت عنده الكرة يضيعها وترجع الكرة للأولمبي البيجي من جديد. كرة في وسط الميدان ترجع لكلوسي أوكبونزو يمشي في راس عايفة يرجع لباس الحمد لله. أنيس خضر ينطلق من الجهة اليسرى يمشي أنيس يمشي معاه اللاعب نسيم سيود من الجهة اليسرى يمشي نسيم يحاول المرور والحكم ماذا يقول؟ يبدو أن هناك تسلل على نسيم سيود فعلا التسلل على نسيم سيود في العملية الأخيرة يحتسب الحكم يوسف السرايري اللي ساعدوه وليد الحراك وطارق جلاسي في هذه المباراة ومحمد الفني هو الحكم الرابع للمقابلة. كلوسي أوكبونزو في تنفيذ الكرة من الجهة اليمنى لفائدة الأولمبي البيجي 0-0 ما زلنا ننتظر الأهداف ننتظر الفرص الخطيرة في هذه المباراة بين المستقبل والأولمبيك. كرة ترجع من جديد إلى اللاعب نزال بن سالم طويلة لنسيم سيود يحاول المرور يخوها أنيس خضر أنيس يحاول أنيس يمشي بالكرة وكلوسي أوكبونزو يطالب بخروج الكرة ولكن ترجع من جديد توزيعها في القائم الثاني ولكن ترجع لفائدة الأولمبي البيجي. كرة للأولمبيك في وسط الميدان حسين بن يحيى يلعب الكرة إلى سند الخميسي عودة إلى الوراء لكن يقطعها من جديد حسام السويسي تمشي إلى نزال بن سالم يلعب الكرة إلى نسيم سيود على اليسار يعمل السونتراج والدفاع يتدخل بامتياز في العملية الأخيرة والكرة تخرج في التماس الكرة تخرج في التماس لفائدة المستقبل الرياضي برجيش. المستقبل يطمح لتسجيل الهدف الأول قبل الدخول إلى حجرات الملابس. 43 دقيقة لعب 0-0 وقيس العمدوني يوجه في زملائه في هذه اللحظات. الكرة تمشي في الركنية وليس في التماس وملك البولعابي في تنفيذ الركنية وصراع كبير داخل منطقة 18 توزيع من البولعابي كرة بالتالون لكن ترجع من جديد والسقوط في منطقة 18 من مراد الهزلي وبالتالي الحكم يقول أنه هناك مخالفة لمتوسط ميدان الأولمبي البيجي. تغير النتيجة في ملعب حمد العواني بالقيروان وهدف أول للملعب التونسي ضد الشبيبة القيروانية. في المقابل مباراة نجم المتلوي والنادي البنزرتي 0-0 كذلك على غرار هذه المباراة وأمامكم الإعادة للتدخل الأخير ضد اللاعب مراد الهزلي وفكرة في الصورة على عدد من جماهير فريق مستقبل الرجيش اللي حاولوا أنهم يتبعوا الجمعية بتاعهم من خارج الملعب. كرة ترجع من جديد مؤمن الزبيدي على اليسار ملك البولعابي بولعابي يرجع إلى الوراء ملك البولعابي إلى وائل بن عثمان
مروان السعيدي، طويلة من مروان السعيدي، الدفاع يتدخل ولكن ترجع لحسام السهيلي، حسام السهيلي مع نسيم أو يوسف بن سودة، ترجع كرة من جديد من وائل بن عثمان، يرجع لحارس مرماه محمد القرايع، وائل بن عثمان، وائل بن عثمان يلعب الكرة حلوة برشا من نسيم السيودة، التمويه يمشي نزال بن سالم، لكن طويلة الكرة على مهاجم المستقبل وسهلة في دين الحارس قيس العمدوني. هذا هو قيس العمدوني اللي يلعب كأساسي اليوم كان الحارس الأسعد الهمامي، ودقيقتين وقت بدل ضايع في اللوحة الإلكترونية للحكم محمد الفني. دخلنا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل ضايع والنتيجة 0-0 في مباراة مستقبل رجيش والأولمبي الباجي. شوط متوسط جدا على مستوى الأداء، في انتظار الشوط الثاني ماذا سيحمل في طياته بصراحة. كرة من جديد من الجهة اليسرى، مراد الهذلي يحاول على إمكانياته الفنية الكبيرة، انطلاقة خطيرة والدفاع يتدخل، كرة كانت خطيرة والانسياب كان متميز من الجهة اليسرى، ولكن التدخل الدفاعي كان متميز كذلك من اللاعب وائل بن عثمان. كرة ترجع من جديد حسين بن يحيى، كرة على اليسار حسام السهيلي، ينطلق بالكرة يدخل 18، التوزيع والدفاع من جديد من اللاعب وائل بن عثمان، حاسم جدا في تدخلات وائل بن عثمان خصوصا في اختراقات اللاعب وائل او حسام السهيلي. صراع ثنائي داخل المقابلة بين حسام السهيلي وكذلك وائل بن عثمان، والكرة تمشي ضربة 6 امتار لفائدة الحارس محمد القرايع. اقتربنا من نهاية الشوط الأول 0-0، يبقى التعادل في هذه المقابلة. شوط أول للنسيان للمدربين شاكر مفتاح وسعيد السايبي، في انتظار ماذا سيحمل في طياته الشوط الثاني الذي يقولون عنه أنه شوط المدربين من خلال التغييرات. مراد الهذلي عنده الكرة، يتدخل ملك البولعابي لكن ترجع لفائدة المستقبل الرياضي برجيش وبالتحديد الى مؤمن زبيدي اللي يربح التماس. اذا في هذه الاونه بالضبط الحكم يوسف السرايري يعلن نهايه الفتره الاولى هنا في ملعب احمد خواجه بالمهديه بالتعادل 0-0 بين الفريقين مستقبل رجيش والاولمبي الباجي، في انتظار ماذا سنشاهد في الشوط الثاني. اكيد فتره الراحه ثم نعود مشاهدينا الكرام.